الفريق بدأ يتحرك لملعب التدريب. طبعا ده الأسطورة كابتن محمود الخطيب، اللي يمكن موسيماني كان بيتكلم النهارده على قد ايه في دعم كبير قوي من كابتن محمود الخطيب، اللي حريص ان هو يكون موجود في كل وقت ومع كل مع النادي الأهلي في كل الأوقات وفي اي مباراة. وده الحقيقة فارق مع مع اللعيبة بشكل كبير، وحتى بيدي حالة كده راحة واطمئنان لجماهير النادي الأهلي كمان مش بس اللعيبة. قامة كبيرة طبعا في الرياضة، ورئيس النادي الأهلي طبعا لما يكون هو اللي موجود مع الفريق فده بيدي حافز للعيبة برضو بشكل كويس. لا مهما نتكلم طبعا عايزين حلقات نتكلم على كابتن الخطيب. أتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك النادي يعني يرجع بمركز يليق بالنادي الأهلي بإذن الله. بإذن الله.